تناولت معظم الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء موضوع الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور في يومها السادس. حملة الاستفتاء على الدستور تتحدى الجائحة، هكذا افتتحت يومية الشعب صفحتها الأولى مشيرة إلى تسارع وتيرة الحملة رغم انعكاس انتشار جائحة كوفيد-19 على عدد التجمعات التي تم تنشيطها. يومية البلاد تحدثت عن الحملة الاستفتائية تحت عنوان مسودة الدستور توضح آليات لإشراك المجتمع المدني في التنمية واتخاذ القرار، كما جاءت بتصريح رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي أكد أن المشروع أحدث نقلة نوعية في مكافحة الفساد. اليومية الناطقة باللغة الفرنسية الإكسبريسيون من جهتها تحدثت عن مشروع تعديل الدستور وأشارت أنه يضمن الوصول إلى المعلومة، وهو ما أجمع عليه باحثون جامعيون مختصون في القانون الدستوري بأم البواقي. جاءت يومية لو كوتيديان دوران بتصريح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه بن رمضان، الذي أكد على الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني لبناء الجزائر الجديدة التي يؤسس لها مشروع الدستور. دستور التغيير يعيد الحيوية والجدية للنشاط السياسي، هو ما كتبته صحيفة المساء في صفحتها الأولى مشيرة إلى تدخلات مختلف المشاركين والأحزاب الذين يواصلون الحملة، كما تحدثت اليومية عن مشاركة قوية للمواطنين. تطرقت صحيفة أخبار اليوم إلى تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر الذي أكد أن تعديل الدستور يعزز حرية الصحافة والتعبير، كما أضاف أن الجزائر تعيش حركية سياسية تتميز بإقبال الشعب على الإدلاء برأيه بخصوص مشروع تعديل الدستور.